بلش نحن هلا بدنا نحكي على الـ Occupational Health and Safety Program اللي نحن بنطبقه عندنا بالـ Hospital بـ San Jorge. اوكي، بكل Hospital بكل Health Care Center لازم يكون في Occupational Health and Safety Program to protect the employees. نحن هلا حنحكي أكثر بالـ Objectives اللي عندنا اليوم for this presentation. زينب عم تقول أنا موجودة معكم. اوكي، فكنت عم اقول هذا البروجرام لازم ينطبق، لازم نحن نعمل سيف انفايرمنت للامبلويز اللي عم يشتغلوا عنا، لانه في قوانين بتحمي الامبلويز سواء بالهوسبيتال باي اورجنايزيشن مش ضروري هيلث كير، لازم يكون في قوانين للسيفتي. هيدول السيفتي ريجوليشن حيخلوا الامبلويز البرفورمانس تاعيده يكون بيتر، يعني نحن بنكسب السيفتي لهم وكمان بكون البرفورمانس للاورجنايزيشن از بيتر. وهيدا الانيشيتيفز اللي عم نحكي عنه للسيفتي حتخلي كمان الاكت او البراكتس تاعو الستاف كمان بكواليتي بيرفورمانس، مش بس سيفتي يكون كمان deliver the quality للpatients in high quality. الintroduction as healthcare workers نحن بنتعرض وخصيصا بالhospital عنا كتير hazardous risk. So قبل ما نحن أنا بلش أقول شو الhazardous risk بدي أكون منكم please كل حدا مننا الparticipants يقول شو الhazard نحن as nurses as radiology technicians as lab technicians please كلنا هلا نقول نحن شو الrisk اللي بنتعرض لهم بالhospital عنا. Biological hazard definitely مثلا والchemical hazard والradiation. فيك تعطيني please example على البيولوجيكال hazard؟ مثل أي فيروس ممكن ينتقل لي أو بكتيريا. أكيد. طيب في حدا تاني please غير علي؟ شكرا يا علي. إذا كنا مثلا نحن عم نشتغل بكيمو ثيرابي مثلا وطب شو عندنا إذا نحن مش أخذين بريكوشنز. أوكي، كيموثيرابي ميديكيشن. طب إذا هلأ نحن بالكوفيد 19 لنقول ما عم بيكون في عنا كيموثيرابي ميديكيشن بس عم نستعمل كيميكالز، مثل شو الكيميكالز اللي كتير نحن هلأ عم نستعملها بالإنفكشن كنترول؟ الكلور مثلا الانتيسبتيك سوليوشن والخبريات. ديفينتلي الانتيسبتيك سوليوشنز اللي هن الديسكوثيب اللي نحن كثير عم نستعمله فور ديسنفكشن. شكرا يا عليا. يلا الكتريكال هازارد. الكتريكال هازارد ديفينتلي بنتعرض له بالهوسبيتال. صح. طيب شو في other hazards؟ هن كتار actually شغلنا كتير خطر. statistics 88% of healthcare workers بصير عندهم insomnia بسبب مين ما بيعاني منها بسبب day and night day and night، وخصوصي هلأ هيدا البروغرام day day off off night night off off، فهيدا الشيء عم بسبب لنا insomnia headache depressions ولازم نعبر عنهم هيدول الفايندينجز أو هيدول اللي عم نعاني منهم، لأنه إذا ما عبرنا مش بس عبرنا verbally، إذا ما عملنا documentation وعملنا reporting للإنسيدنس اللي بتصيروا معنا هيدول من عندهم حادث موظف، ففينا نحن نعبر عنه ونخبر إدارتنا شو عم بيصير عنا لحتى ناخد corrective action. 35% at least من النيرسز at least بيقولوا إنه أنا عندي back pain، so هيدي back pain وحدة، so كلنا منعاني at least من musculoskeletal condition أو injury. حنحكي هيدي مريم زميلتي عم بتساعدنا، حنحكي هلأ بالريبورتينج وقديش أهميته هيدا، قديم نطلع على الفلورز منقلكم بليز عملوا ريبورتينج بليز عملوا ريبورتينج، حنحكي بأهمية الريبورتينج مش بس إنه لنخبر الإدارة لحتى نعمل كوركتيف أكشن لما تنعاد مرة تانية وتالتة ورابعة مع غيرنا كمان. 100% 28% of the nurses بيقولوا إنه نحنا physically تعرضنا لضرب من ال patient physically، وهيك الشيء actually صار عنا من كم يوم على pre ICU كانوا females و males nurses متعرضين ل physical assault من patient معينة. At any time إذا حابين تشاركوا عندكم أسئلة أو حابين تشاركوا your experience مع الفيزيكال اسالت عنا بالهوسبيتال I'm open. اوكي، سو هيدي بدها تكون انتراكتيف وخبروني شو عم بيصير معكم بخصوص السيفتي ايشوز. 46% من الدكتورز بيقولوا ان هن حاسين ببيرن اوت، فقد ايه نحن بنحكي بالدكتورز انه هن مش مثلنا النيرسز عن جد علينا ورك لود، سو نصهم تقريبا بيقولوا عنا بيرن اوت. نحن النيرسز قديش قولكم الستاتستكس علينا كثير ورك لود وخصوصي هلا بالكوفيد 19؟
نحن ممكن انه يمرق اوقات نحن ما نجي على ديوتي بسبب الديسابيليتي بسبب الالنس، وهي اكثر بمره ونص من بالهيلث كير من باقي الاختصاصات او باقي القطاعات بالعالم. فنحن بصير عندنا تعب جسدي بخلينا انه نغيب بمره ونص اكثر عن شغلنا من باقي القطاعات. ليش تركتها لهيدي الجمله؟ تركتها لخبركم انه نحن كاداره كل ما عملنا سيفتي بروجرام، كل ما عملنا هيك اشتغلنا على سيفتي للستاف، ما نحن كمان ماديا بنكسب. يعني ساعتها بتبطلوا سكليفات، بتبطل نعطل، البرفورمانس تاعكم بصير احسن. فمن كل النواحي هي لها فايده على الستاف، على الاورجنايزيشن، ودفنتلي على البيشنت. ليش بدنا نعمل هيدا السيفتي بروجرام؟ شو بهمني انا كمستشفى يكون عندي سيفتي اوكيبيشن سيفتي بروجرام؟ اول شيء نقص الانجوريز على الامبلويز، ثاني شيء بيتر كواليتي وسيفتي على البيشنت اللي نحن هيدا هدفنا الاساسي. بس عذران مريم اذا بتبعتي اللينك لهيدي لمحمد مكي تو جوين كل اكزام. اوكي سو بصير عندنا بيتر كواليتي وسيفتي على البيشنت كير. بنقص البيشنت تريتمنت ايرورز. كلكم بتعرفوا قديش الهيلث كير سيستم عنده ريسك انه يكون عندنا ميديكال ايرورز على البيشنت، والديث للبيشنت بصير نمبر 1 عندنا بالهوسبيتال، مش عندنا انترناشونالي بالهيلث كير سيستم بسبب التريتمنت ايرور. سو هن كتار بس هن افويدبل اذا عملنا بروبر ريسك مانجمنت نمنع حدوث الميديكال ايرورز. اكيد كل ما نحن اشتغلنا على السيفتي للامبلويز كل ما الستاف ابسنتيزم يعني غياب الستاف عن الديوتي بخف. وهذا الشيء بصراحه باخر فتره بالكوفيد 19 نحن كثير لاحظنا قد ما عم بيكون في ستريس وقد ما الستاف عم بيكونوا ات هاي ريسك للانفكشوس ديزيز عم بيكون في ستاف ابسنتيزم. اكيد نزيد الستاف جوب ساتسفاكشن واللويالتي. اذا كنتوا انتم مرتاحين وحاسين بامان بسلامه بالشغل بالهوسبيتال ما حتضطروا تدوروا على مستشفى تانية تشتغلوا باذر جوب، لانه انتم حتكونوا ساتسفايد بشغلكم ومرتاحين وحاسين بامان بشغلكم. واخر شيء اكيد مثل ما قلت على الاورجنايزيشن حنخف الكوست، حنخف الويست واللوسز، وحتربح الاورجنايزيشن مجرد ما انها تستثمر بسيفتي بروجرام للامبلويز. سو شو هو الاوكيبيشنال and safety program؟ هلا انتوا اول شيء قلتوا لي شو الريسك، هلا بدي منكم بليز تقولوا الاوكيبيشنال هيلث بروجرام من شو مؤلف؟ لكن نحن عم نحكي بالفاير سيفتي، الكتريكال سيفتي، هن ذاتهم الريسك بس نحن بنعملهم بروجرام. كم حدا في حدا حكى لي على انسيدنت صارت باذر هوسبيتال من وراء الفول؟ يعني ستاف وقع وصار عنده انجوريز وبعدها لهلا عم بتعاني منها. سو هيدول الانسيدنتس ما لازم يصير، لازم نحن بالهوسبيتال نعمل بروجرام تو بريفنت ساتش انسيدنتس، واذا صاروا لازم تو ريبورت ذم عشان نضلنا بروتكتيف عشان ما تصير مره ثانيه. So fire safety, electrical safety, environmental safety اللي هي فيها noise reduction والwater quality, musculoskeletal safety، كلهم هيدول ضمن هيدا ال occupational health and safety program. Hazardous substance اللي هن ال chemical, biohazard safety, infection control. Stress هي جزء كمان من ال occupational health and safety. والviolence، كم حدا فينا مش متعرض لviolence سواء verbally أو physically بالhospital؟ فيكم to share your experience على violence؟ وشو كانت الكوركتيف اكشن؟ بلا بالنهاية هو مريض فايت على المستشفى. اوكي 100%. بس شو بنعمل از كوركتيف اكشن؟ تفهموا كمان بطريقة. طب يعني حلوة. محمد زملائك اذا من زميل بالطابق او من هاد درس او حدا حسب قديش ممكن يتقبل الشخص، اذا ما تقبل حسب قديش حجمه يعني؟ طيب هي الفكرة الفيولنس ما لازم تصير لا من البيشنت ولا من الهيد يعني ولا من المانجر ولا من الكوليكس اللي معنا على الفلور. إذا ما صار فيولنس أكت من البيشنت مثل ما قال محمد أكيد نحنا ما بدنا نبادله سواء البيشنت ولا هيلث كير بروفايدر، ما بدنا نبادله بفيولنس. لعلينا أنه نحنا نقيم حالنا نبعد من مكان الفيولنس، الانفايرمنت اللي صارت فيها الفيولنس نبعد عنها. تاني شيء دغري ريبورت، يعني مش ريبورت نكتب انسيدنت، بدنا نخبر السوبرفايزر، بدنا نخبر الحرس اللي بيكون موجود لحتى يطلع ويمنع حدوث الفايولنس اذا بده يكفي معنا الفايولنس. اهم شيء نبعد نحن من مكان الفايولنس لنحمي حالنا. تاني شيء نخبر الحرس اللي هو مسؤول انه يحمينا
انه في فايلنس انسيدنت واكيد بنخبر المانجر لحتى يتدخله، وكمان الكاستمر سيرفيس عنا بس لتكون كمان بنخبرها لتقدر تتدخل وتساعدنا، لانه لما نكون نحن بخط الاول الهجومي نبعد نحن ونخلي الاكسبرتس ياخذوا دورهم. اذا كان كوليج او هيد نيرس او وريفر مانجر هو اللي عمل الفايلنس اكت، فينا نحن بعدين بس لتخلص الفايلنس بعد ما نكون بعدنا حالنا عن هيدا الفايلنس اكت in private منحل المشكلة direct مع هيدا الكوليج أو مع المانجر، ما مش الحال professionally نحكي كopen discussion شو صار معنا وحطينا هيك إنه ما منقبل يصير هالفايلنس. أكيد we should report it، ومش بس reported إنه منخبر السوبر أو منخبر الهيد نيرس إنه صار معنا هيك، reported documented ليضل evidence إنه نحنا بالسنة عم نتعرض لكذا حالة violence لحتى نحل المشكلة، مش نضلنا نوقع بنفس المشكلة. طيب خلينا نرجع للإلكتريكال سيفتي بروجرام. نحنا كهوسبيتال معرضين من البلاجز، الإلكتريك بلاج اللي عنا، الماشينز اللي بنستعملهم اي في بامب ديفيبريليتور ورافر، كل الماشين هي الإلكتريك. فشان الإجراءات الوقائية اللي لازم أنا أخذها لما يصير عندي إلكتريكال ريسك علي، نعمل سيفتي تشيك أب. نحنا كل يوم بس نستلم أفراد القسم بدنا نطلع بهيدي الماشين، بدي أطلع إذا هي function properly، بدي أطلع إذا في واير مثل إنه منشال الواير عنا، صارت شايفي أنا السلك من جوا، هذا خطر علي دغري I should report it للإنجينيرينج للصيانة. حتى الصيانة والميديكال انجينيرينج هن بيعملوا سيفتي تشيك اب كمان على الايكوبمنت، واللي الايكوبمنت اللي هي مبين فيها الكتريكال ريسك دغري بحولوها للمينتيننس ليصلحوها. بس نحن از نيرسز واز هيلث كير بروفايدر، مش بس نيرسز، مفروض نطلع على هيدي الماشين قبل ما نستعملها وانسبكت بنشوفها اذا في اي ريسك عليها، من ما منستخدمها we reported ونبعتها للصيانة ومنعبي. أكيد هلأ نحن عم نشتغل بسيستم منعبي للميديكال مينتيننس إنه نحن عنا هيدي البروبلم بهيدي الماشين، نبعت لهم هيدا الريكوست على السيستم ومنتركها للماشين على جنب، بنحط عليها ليبل إنه هي للصيانة لحتى إذا كانت تشير أو something ما حدا يوقع عنا أو ما حدا يستعمل هيدا الإلكتريكا ماشين اللي هي فيها ريسك عليهم. طيب غير الالكتريكال سيفتي عنا الانفايرمنتال سيفتي، منبلش باللايتنينج. حتى اذا كان الضوء كتير قوي علينا نحن منشكل خطر علينا، تصوروا انتو كل يوم بديوتي ومتضايقين من الضوء، ما خلص نفسيا بتتأثروا، او حاعكسكم وياها اذا انتو كنتوا بالريست روم، وهذه صارت عنا انه الريست روم ما بيكون فيها لايتنينج منيحة، والستاف بس لبدون يجوا يرتاحوا عم بيتضايقوا من هيدا اللايت، انه نحن مفروض يكون الشيء ضوء عنا، مفروض مدري شو، ما عم نقدر نرتاح. فهيدي بتأثر بالسيفتي للإمبلوي وبتأثر بالبرفورمانس تعيله. لأعكسها كمان نحن عنا درج، اذا ما كان بالليل مضوى مزبوط ممكن في خطر الوقوع لقلنا emergency exits اللي عنا كمان مفروض يكونوا مضويين. حانتقل بالenvironmental safety part منها radiation safety، قديش نحنا منتعرض لradiation risk. كل ما هيك لازم يكون في radiation dosimeter موجودين بمطارح اللي نحنا بنستعمل radiation فيها، ويكونوا frequently monitor hot doses. نبتعد بس الradiation radiologist هو اللي بيستعمل radiation machine، نحنا as a nurses ما في داعي نكون جوا بالpatient area بلا ما نكون ونعرض حالنا للخطر. بس إذا اضطرينا نكون بدنا نكون لابسين lead protection gown لحتى ما يجينا radiation risk. وأكيد بتعرفوا the pregnant nurse أو the pregnant healthcare worker ما يقرب على radiation إلا ما يكون إنه أخذ his precaution. ضروري هون بدي أقول إنه نعبي report just in case نحن حسينا عم نتعرض لradiation risk، إذا الماشين بهالشي، إذا نحن frequently عم يطلب منا نفوت عند the patient نعمل positioning ونتعرض، قالوا خليكم مهديين the patient، نتعرض لهيدا الشي بلا ما نكون لابسين lead gown، هيدا الشي مش مقبول ولازم نخبر عنه ونعمل ريبورتينج فيه، لانه انا فيه يقول اني انا ما بدي اتعرض للراديشن للصوره تنعمل علي انا از نيرس، انا وهدي عامله بوزيشنينج للبيشنت بلا ما اكون لابسه اتليست الليد جاون. الليد هو هيدا الحديد اللي بيكون موجود بالجاون اللي بنلبسه لحتى الراديشن ما تقطع على جسمنا. اوكي،
Okay. Noise reduction. Noise is part of environmental safety. أنا ما في أشتغل بenvironment كون مرتاحة فيها إذا في noise frequent noise علي. هذا الشيء بسبب stress. ويا ما noise هو كان root cause من medical error. ليش هالmedication تحضر غلط ولا لأنه كان في مجموعة حدة وعم تحكي عن جد هيك بيصير. So كمل هيك نحنا as staff بالhealthcare system مفروض نكون مسؤولين عن noise reduction. أول شيء عارفين أهميتها للnoise reduction. وهلا انتو صار معكم خبر انه عن جد اتأفكت وبتعمل medical errors وعلى long term نحنا بتأذينا as a staff. So that's why بدنا نعرف شو اهميته. بدنا نعرف انه نحنا واجبنا على الطابق انه نحنا ننقص النويز من اي شيء من الالارمز. الارم سيستم كتير ضروري نكون دغري ريسبونسيف على الالارم. ما انا اكون عم بسمع الماشين الاي في بامب او الميكانيكال فنتليتر عم بتزمر وانا خلص متعودة عليه عاملة توليرنس على هيدا النويز. نو انا واجبي اول شيء في بيشنت سيفتي بالموضوع قوم شوف شو في ريسك على البيشنت ليش الماشين عم تعمل الارم. ثاني شيء عشان النويز ريدكشن اللي انا كمان بتريحني وبتحميلي وبتعمل سلامة علي. Decrease conversation إذا نحنا تصوروا نحنا هلأ ستة أو هلأ بدي أحكي بالICU بالOld ICU قديها بيكون في staff قدي في orientees قدي في doctors inhalation كلهم هيدولي عم يكون كلنا عم نحكي عم نعمل discussion. الconversation المش ضرورية أولى هلأ ما في داعي أولى بأجلها وقت يكون في medical rounds discussion. أنا كتير بشجع medical round. أنا كتير بشجع multidisciplinary effort بالconversation مع different disciplines لأنه هيدا شيء أول شيء يحمل patient, protect patient safety. ثاني شيء بيعمل development لأور career. نحنا مننا هون بس machines نعمل order carrying. عنا critical analysis. We have to intervene بالmedical protocol اللي عم يعتمده الدكتور. So كما هيك أنا كتير بشجع الconversation اللي له علاقة بالmedical management. بس بنفس الوقت I have to control the noise بالunit اللي عنا. بعدين بدي احكي بالجنرال ديبارتمنتال سيفتي. يعني انا شفت فريدج منه كلين سوري في تابرويرز اذا فيهم اكل من شي جمعتين. طب انا هون كمان كواجبة از ستاف انا احمي حالي من الانفكشن اللي عم بيصير بالفريدج ونطفه. واكيد بيصير روتيشن لهيدا الموضوع مش عطول معروف انه لا هي على ديوتي خلص بتنظف الفريدج مثلا. يعني طب يكون في نو سموكينج بالهوسبيتال نو سموكينج ساينز. وانا از نيرس كمان بدي انتبه البيشنت هلا كلهم COVID-19 بس anyway patient ما يعمل smoking. The healthcare staff ما يعمل smoking. وإذا أنا شفت حدا كمان أحكي ما يعمل smoking وقف هيدا الأكت. وإذا شفته عم يتكرر وما عم يمشي الحال أكيد هون صار لازم أعمل reporting. Lockers يكونوا مسكرين مظبوط. هذا كمان جزء من safety للstaff لحتى ما يصير في سرقة أو هيك شيء. طيب بعد ما نحكي بالهيتينج والفنتيليشن نحن بالهوسبيتال لازم يكون في سنترلايزد هيتينج لنا. عندكم باليونت اللي يكون في هيوميديتي ريكوردينج وتمبريتشر ريكوردينج. هيدي بالاي سي بتشوفوها الساعه وكمان باذر ديبارتمنت في منها. هيدي بتقول شو تمبريتشر بالانفايرمنت اللي باليونت وكمان الهيوميديتي. وكل يوم هيدي مش نحن از نيرسز هون ثقبت الميديكال انجينيرنج هي اللي بيكتبوها. بيراقبوا شو الهيوميديتي والتمبريتشر وبيسجلوها. بس كان في جاب بالموضوع بيعملوا لها correction دغري. نحن إذا حسينا في ventilation problem we should report it. بس هلأ ثقبت كمان لأنه COVID-19 أغلبية patient room عم بيكونوا HEPA filtered وعم بيكونوا negative pressure rooms. So كرمال هيك إذا حسينا في problem بال negative pressure عند patient كمان we should report it. ونحن بدنا نشجع بالأريز اللي فيها ويندوز وخصوصا هلأ بالبانداميك نفتحه انه يكون في تهوي او جود فنتيليشن بالأريز اللي قاعدين خصوصا اذا كنا قاعدين اكثر من واحد. هون بدي ركز عن جد على موضوع الماسك ابليكيشن والسوشيال ديستانسينج. كتير بيساعد موضوع انك انت تفتح ويندو اذا كنت قاعد بالريستروم فيها ويندو تفتح الويندو لحتى يكون في جود فنتيليشن بالروم. بدي احكي بعد بالانفايرمنتال سيفتي على الووتر كواليتي. نحن بالهوسبيتال عندنا مينتنس للووتر وانسبكشن للووتر سيستم اللي عندنا. الووتر تانك ريجولرلي هيدي كمان الميديكال انجينير هن والمينتنس هن المسؤولين عنا بيعملوا كليننج للووتر لخزانات المي وهن بيعملوا انسبكشن عليهم وبيعملوا لهم ديستيليشن sterilization وقت نحتاج sterilization.
بس نحن علينا as healthcare staff any unusual odor ريحة أو لون أو طعم إذا كنا عم نشرب من الكولرز نحن إنه نبلغ عنهم. وهون بكل ما أقول بلغ مش بس verbally بدي أكتب بدي أعمل reporting ليضل في evidence و statistics حتى يحموني لما يقولوا آه ما حكيت شيء أو ما خبرتني أو ما بلغتني. نوصل للمسكوسكالتال سيفتي. نحن بدنا نعمل interventions as administration لنحمي الستاف. أول intervention بنعملها أنه نعمل training وهيدا إن شاء الله بكرة أو اللي بعده الفيزيوثيرابيست فدوى اللي عنا الأكسبرت بهذا الموضوع حتقلنا نحن شو بدنا نعمل as nurses لما أنا بدي أعمل positioning للpatient، شو بدي أعمل as أنا worker staff إذا أنا بدي أحمل object عن الأرض، شو بدي أعمل أنا وعم بعمل bed making، شو بدي كيف بدي أقعد وأستعمل جسمي السليم أنا وقاعدي هلأ مثلاً قاعدة على سيت على تشير، كيف بدي أكون قاعدة مجلسة ظهري وكيف بدي أعمل تايبين، كل هاي دول إن شاء الله بدنا نعمل عليهم تريننج. سو أول أكشن بدنا نعمله هو التريننج. أوكي بدي أنا انتبه للتويلت سيت للهاندلز هاي دول للبيشنت أكثر ما أنه نحنا assisted devices كمان للبيشنت نخبره عنه. نحنا اللي علينا أنه لنحمي مسكو سكلتا سيفتي تعولنا أنه على الستيرز يكون حاطين لكم هاي دول البادلز لما تصحطوا. نضلنا لابسين comfortable shoes كمان ما بزحط، نحمل بطريقة سليمة ونعود بطريقة سليمة هذه اللي حكيناها already. ونحن نعمل reporting إذا حسينا عنا injury، يعني مش إنه أنا nurse معود عندي back pain، لا هذا back pain كمان هيك في فحص الاكزامينيشن قبل التوظيف، لانه انا قبل التوظيف قبل النيرس قبل whatever ما كان عندي باك بين. اذا انا حسيت من بعد ما بلشت اشتغل بسنه whatever year حسيت صار عندي باك بين I should اول شيء examine myself، ثاني شيء I should report it انه هذا كمان ريسك علي، هذا safety part of the occupational health and safety program بالهوسبيتال. سو على طول ركزوا على الريبورتينج. اليوم حنقول لازم حدا يكون عم بعد لي كم ريبورتينج صرت قايله بخصوص السليب وتريب والفول بريفنشن بروجرام اللي عنا، ان يكون في مثل ما قلنا ارض غير قابله للانزلاق، اذا الهاوس كيبنج عم بتمسح لازم تحط هذه الويت فلور الاسان، واذا ما حطيتها على طول نحن بنقول النيرسز او الهيلث كير بروفايدرز هن امباورد ستاف وعندهم اوثوريتي على غيرهم انه يصلحوا الغلط. سو كرمال هيك اذا الهاوس كيبنج مسحت وما حطت هيدي الساين نحن لازم نوجهها ونحطها. عطول نحن بدنا ننتبه للريسك، يعني part of the safety مش انه انا اجي اقول هيدول الاجراءات وبدنا نطبقها، لا يكون عندي risk analysis انه هيدي الباب اذا تركته انا هيك ممكن يوقع whatever، هيدي التشير اذا تركتها شوي مخلخلة ممكن اذا حدا قاعد عليها يوقع، هيدي الممكن هي risk analysis. هيدي الاي في بامب الشريط تعوله شوي ملخلخ هلا معلي ما عم يعمل اي electrical injury بس بعدين انا اذا تركتها ممكن يعمل electrical injury. That's why بدي يكون عندي risk analysis وبلغ قبل ما يصير عندي الانسدم. So هذه هي كمان the critical analysis اللي healthcare staff عندهم إياها. عطول أنا بالديبارتمنت تعولي لما حتى يصير في فول بدي امنع أن يكون في عندي objects على الأرض، ما لازم يكون بالpathway للpatient غراض على الأرض محطوطين مثلاً chemicals هيدول الجارز مثلاً carriage مثلاً بنص الطريق IV stands هيك مجمعين على بعض، إذا بيجي أنا ألقط شي ماشين بيقع علي الIV stands ما لازم حط أشياء كتير فوق خصيصاً الكيميكلز بدي ركز هون فوق الغزاني بطريقة أنا ماني شايفيتها at eye level، إذا أجيت أنا بدي أجيبها هيدي الجار أو ورب بتاعت الكيميكل تجي توقع علي. سو هيدول بدي انتبه لهم بدي report كمان إذا حسيت في gap بهيدا الموضوع ممكن يشكل خطر علي. نزل البايو هازارد سيفتي هون أكثر example فينا نعطيه هو COVID-19 الفيروس هو directly is biohazard. هون بدنا نطبق infection prevention and control program اللي حكيت عنه زينب، هنحكي عنه بالتفصيل ان شاء الله بكرة بس نبعت الschedule على COVID-19 infection control. هون بدنا نحكي اول شيء اول measure بدنا نعمله و its effective measure هو الhand washing. hand washing هو حيمنعنا biohazard safety. بعدين PPE اللي كلكم هلأ عم تلبسوها donning و doffing بطريقة مزبوطة بدنا نعمل عليها تريننج كمان بطريقة مزبوطة. الإكوبمنت اللي بنستعملها على البيشنت اللي عنده بايوهازارد ريسك ما نستعملها على other patient. waste management بدها تكون مقسومة البايوهازارد عن other non-biohazard safety بس هون نحن COVID-19 hospital so كل our waste هي biohazard waste that's why ما
مقسم بين ديبارتمنت ديبارتمنت. بس بي other hospitals اللي قاسمين في هيدا COVID-19 unit وبعضهم عندهم regular unit اكيد بكونوا حاطين biohazard label على الويست وعارفين انه هيدولي waste should be in orange bag separated من other waste. بس نحن مثل ما قلت لكم نحن كل الويست عنا هي صح هي يلو بس عم اخر شيء عم نحط عليها label انه هي biohazard وعم تنبعت للorganization اللي بيصرفوها as biohazard waste. test الستريس بدي احكي قبل بالكيميكال قبل ما اروح للستريس الهازارد نحن عنا هون كنا نحكي كثير على السبيل مانجمنت. يعني قبل ما يصير عنا سبيل اكيد مثل ما قلت لكم ننقل الكيميكال بطريقه يكون في بوكس ما نحمل كيميكال دايركتلي ما نحمل كذا كيميكال مع بعض لما يوقعوا علينا نحطهم ات اي ليفل على طول لما مثل ما قلت لكم انا وعم جيب شيء يوقع علي ما يكونوا على الارض لما نتفركش عليهم. الكيميكال شود نوت بي ستورد بالفريدجز إلا ما يكون في فريج مخصص لهيدي الكيميكال كميديكيشن لنقول ومحطوط عليه ليبل. الكيميكال ما فينا نحن نفضي كيميكال من كونتينر وحط فيه كيميكال تانية. بتقوم شو بتعمل أكيد مش الكل بس شايفينه كتير هيدا الأكت عند الهاوس كيبينج بيفضى هيدا الديسكو سيب كونتينر بتقوم هي بدها تستغله بتصب في كيميكال كومبوننت other than the desco sept بقلب هيدا desco sept container. so هون صار عنا label لكيميكال product غير الليبل الثاني. هيدا it's risky كتير على الستاف انه انا هيدا الكيميكال product مفكريته desco sept اجي استعمله بطريقة تانية هون صار في بيعمل يمكن chemical reaction مع another chemical هون صار في risk كتير علي. that's why chemical components او chemical contents لازم يكون properly labeled وقلا بصير كتير عندي risk على على الستاف. فكرمال هيك لازم الكيميكالز يكونوا properly labeled properly stored حتى temperature للروم تكون properly كمان labeled ومونيتورد كتير منيح. وقبل ما استعمل اي كيميكال كومبوننت هي اكيد كلكم انتم بتعملوها بتقروا الليبل على الكيميكال برودكت شو الانديكيشن وشو الهاندلينج كيف بدي انا شو بدي البس لاستعمله لهالكيميكال برودكت. ومش بس هيك اذا صار سبيل انا شو بدي اعمل. كلكم بتقروا اكيد الكيميكال ليبل صح رفعوا ايديكم كلكم بتقروا الكيميكال برودكت قبل ما تقروا يس يس وي دو اوكي الحمد لله. بكل ديبارتمنت في شيء اسمه سيفتي داتا شيت. هاي السيفتي داتا شيت محطوطه بانفلوب محطوطه مثل بفولدر عملنا اياها السيفتي اوفيسر اللي عندنا بالهوسبيتال محطوط فيها كل الكيميكال كومبوننتس اللي ممكن انا از هيلث كير بروفيشنال استعملها على ديوتي. وان اوف ذيم فورمال هايدريت مين منكم ما قاري نحن شو الريسك علينا اذا استعملنا فورمول هيدا اللي بيستعملوه اكثر شيء بالاو ار. سو كلنا بدنا نقرا شو هيدا الكيميكال كومبوننت قبل ما استعمله بدي اقرا شو البي بي اي اللي بدي البسها قبل ما استعمل هيدا وكيف السبيل مانجمنت. ونحن بكل ديبارتمنت عنا سبيل كيت اذا صاروا عنا سبيل لكيميكال كومبوننت بنجيب السبيل كيت وعليها كيف الانستركشن اوف يوزج. ونحن ان ذا كومينج بيريد بنعمل تريننج عنا وبعمل السبيل بشيل الكيميكال كومبوننت من خلال هيدي السبيل كيت. مش مقبول ان اذا وقع كيميكال انا اجيب تاولز كلينكس ومسحهم فيه. الهيلث بالانستيتوت اوف ميديسن معرف انه شو اكيد مارق معكم هيدا الديفينيشن للهيلث هي ستيت اوف ويل بينج فيزيكلي وايموشنلي. هلا بنحكي على هيدا الموضوع واكيد انه ما يكون في ديزيز يعني not merely the absence of the disease. مش معناته اذا انا ما عندي ديزيز يعني انا my health is in the top. يمكن انا هلا physically ما عندي back pain وما عندي اي ديزيز بس يمكن انا in an emotional unbalanced state. كرمال هيك هون بدي ركز انه the work related stress هي part of safety part of occupational health program بالhospital. that's why نحن كتير عملنا investment وخصيصا هلا بالكوفيد 19 بالستريس ريدكشن انيشيتيفز اللي هي انه يكون في ريست بيريودز. انا هلا بس لخلص وفوت عند البيشنت وانتم مثل عم تبقوا اربع ساعات عند البيشنت كثير ضروري اني انا اول ما اطلع بحق لي وحتى واجب اللي حوالي وخصيصا المانجر اللي فوت كول فوت ارتاح رجع رجع الهيلث تعيلك بعدين منكفي الديوتي بعدين منكفي التاسكس اللي علينا. اول شيء بدنا ناخد rest period واذا كانت frequent rest period بكون كتير منيح بس اي نوع بكون الورك لود كتير عليكم. وهلأ كرمال هيك انتو جيتوا as orientation بهيدا العدد لحتى يكون the staffing ratio against the patient يكون fair ويكون مقسم الشغل ما يكون في كتير burden وورك لود عليكم كلكم.
تاني نقطة من الـ Work Related Stress هي Staffing Ratio. So already حكينا عنها، كل ما زدنا الـ Staff كل ما بيكون الـ Burden تقصم عليكم كلكم. That's why بنقص الـ Stress عنكم. Elimination of Excessive Overtime، هذه كمان بترجع للـ Recruitment. جبنا ستاف زيادة، بطل الستاف ياخد اوفر تايم، بطل فيه ستريس. هلا بالنسبة للشيفت روتيشنز، نحن نيرسز اللي هلا مش نيرس او هو الدواء او الهيلث كير بروفايدر اللي هو داي ديوتي يمكن مرتاح منه ما بتشكل له ستريس. نحن النيرسز معروفين انه احنا اخترنا هيدا الدومين، وحتى مش بس النيرسز راديولوجي واللاب تكنيشنز اخترنا الهيلث كير دومين، وعارفين انه في شيفت روتيشن لانه بالنهاية الهوسبيتال ما بتسكر انت افترنون او بالويك اندز. سو نحن مختارين هيدا الدومين وعارفين انه في هيدا البوينت، بس شوي شوي بنتاقلم عليها. ويمكن في ناس اصلا يمكن شي بريفيرد او هي بريفيرد نايت ديوتي عن الدي ديوتي، وتاقلمت على هذا الموضوع ما عم بشكل لها ستريس. بس وانس انا حسيت هذا الموضوع مشكل لي ستريس، ومش بس ستريس صار اكثر سايكولوجيكال انستابيليتي، انا اي شود سيك هيلب. هون scheduling practices، يعني بحاول أقسم أنا الديلي تاسكس تعولي أو الريكويرمنت تعولي against my duty لحتى ما يشكل لي هيدا ستريس. ما حس حالي أنا isolated صرت هوني بس شغل وبيت شغل وبيت، ونحن كلنا حياتنا هلأ شغل وبيت شغل البيت. لا، بدي حاول أنا priorities تعولي اللي كنت معود عليهم قبل ما أني أنا أشتغل يضلوا كمان priorities، بس كله الموضوع عن جد بالتايم مانجمنت تاعولنا. ريبورتينج سيستم، كل ما نحن عملنا ريبورتينج سيستم كل ما حنساعد حالنا ننقص ستريس. يعني في ناس هيديك النهار حقولها مثل ما هي، اكلوا اكلي على ديوتي، طيب ليش انا بدي خبي هيدا الموضوع وليه بده يضل عامل لي ستريس؟ لا، خبر، بقول ان انا بحق لي خبر، قول انا صار معي هيدا 1 2 3، خبر كل شيء بمعلومات تفصيليه دوكيومنتد لحتى ما يصير مره ثانيه، لحتى الاداره تاخذ اجراءات تصحيحية، إجراءات وقائية لما تصير هيدا الكيس مرة تانية وتشكل علي ستريس. وكمان بدي أحكي، كل ما حكيت كل ما هيدا ستريس بخف عني، وهيدا بنعرفه من حالنا. كل ما خبرنا شو عم بيصير معنا يمكن هيدا البردن اللي كان شغل تفكيري خلص فضيته، وحكيت حدا معين، حكيت حدا ريسبونسبل، يمكن ينقص الستريس عني. انتم مشجعين انكم انتم بس تحسوا حالكم فاتيك وتحسوا في اشي مشكل عليكم ستريس، مش بس مشجعين، نحن وير اوبن هون لحتى نسمع شكاويكم، نسمع شو المشاكل ونحاول نحلها سوا وناخد اجراءات تصحيحيه. فما تفكروا انه انتم انا بستحي او انا بعد مبلش ليش بدي اقول، لا، انتم يو ار انكورج انكم تخبروا شو الستريس اللي عقلكم لنحن نساعد بعض. وفي بروجرام عم يتجهز له بالهوسبيتال هون له علاقه بالستريس ريدكشن وله علاقه بالسايكولوجيكال كونسلتيشن لنا نحن از هيلث كير بروفيشنالز، لانه نحن من ورا هيدا الستريس ممكن يصير عنا depression، ممكن يصير عنا eating disorders، ممكن يصير عنا كذا مشكلة، حتتابع professionally من قبل clinical psychologist. so كتير مهم يكون تبلغوا لحتى إذا أنتوا بحاجة clinical psychologist، هذا شيء نحن as healthcare professionals mature enough أنه نحن نعترف أنه نحن we need help من هالناحية. واخر شيء حكينا على الفايلنس، انه نحن نكون في عنا سكيورتي جارد، هيد نيرس، سوبرفايزر، وكاستمر سيرفيس او بيشنت سيرفيس اوفيسر. هبه كسرواني تعرفت عليها، نبلغ عن هالفايلنس اكت ونبلغ عنها شفهيا وورقيا، ونعمل فريكوينت راوند وننتبه للاكزيتس لما يجي لعنا مثل اهل البيشنت ويعملوا لنا فايلنس. هلا نحن بالكوفيد 19 شوي هالنقطه مرتاحين منها، بس بالاي ار بعده كثير في كيسز فايلنس عم تصير. ذاتس واي السكيورتي كثير مهم على باب الاي ار. ونحن از نيرسز او از هيلث كير بروفيشنالز اول ما نحس في فايلنس نبعد حالنا عن مكان الفايلنس. بارت من الريسك ريدكشن اللي حكيته زينب سيد، انه ننتبه للشارب اللي نحن عم نستعملهم، ننتبه ما نعمل ريكاب، نحطهم بشارب بوكس، ما نترك نيدل هيك محطوطة anywhere بالإي آر، ما نشك النيدل بالكارير بالشاريو، هدي ياما شايفينها هي كتير ريسك علينا وعلى البيشنت. اوكي، اخر شيء نحن از اورجانيزيشن ادمنستريشن نحن بنعمل تريننج فريكوينتلي على هيدول السيفتي ميجرز، مش هيدي السلايد وخلصنا لباقي فتره التوظيف. عندنا اوكيبيشنال سيفتي كوميتي، هي الكوميتي بتحلل الداتا اللي انتم كتبتوها وعبيتوها بريبورت، وبتعمل اكشن بلان لما تنعاد مره ثانيه. نحن بشغلنا از هيلث كير بروفيشنالز، ومش بس از هيلث كير بروفيشنالز، بدي اعتبر كل البيشنتس هن انفكتد
whatever was their diagnosis, but they اعتبر كل الستاف اللي حد عم يشتغل كمان هو infected لحتى انا اقدر احمي حالي وما يشكل هيدا الموضوع خطر علي واخد اجراءات الوقائية. عطول انا بدي اتبع هيدول الاجراءات مش عشان هني منزلين علينا هيك من الادارة او الاكريديتيشن طالبون لهيدول الاجراءات، لا بدي اعتمدهم لانه انا بدي امن انه هيدول الاجراءات اتخذوا لحمايتي اولا، لحماية البيشنت لنقدر نستمر بهيدا الشغل. اوكي، واخر شيء بدي اعرف انه الاودت اللي حكيت عنه زينب بشاره الكواليتي، هيدا الاودت منه اودت لحتى يحط جاب علي، هيدا الاودت هو اناليسيز لحتى يحط كوركتيف اكشن لنعرف شو الجابس ونحط كوركتيف اكشن. وبالعكس انا بدي اتعاون وبلغ عن الجابس اللي بشوفهم عندي بالديبارتمنت. اخر شيء بدي اقوله وخلصنا انه نحن عملنا فاكسينيشن بروجرام، اكيد كلكم اللي بلشوا اخذنا فاكسينيشن بروجرام وحكيت عنه زينب السيد، وستي سيف بهيدي البانديميك. اذا حدا عنده سؤال انا افيلبل باي واتساب.